Lass uns sprechen. سنقدم عزائنا لعائلة المرحوم اللي كان بالنسبة لنا أخ، كان قدم لهم التعازي من قلبنا الخالص، كان صديق وكان رياضي مستوى عالي كيخفاش على المغاربة بالنسبة للإنجازات ديالو، أب حنون وخلى عائلة وتركة طيبة وكتربطنا معها علاقة عندها أبعاد كتعلق بأعمال اجتماعية ورياضية ويخلي بلاصتو بلاصة كبيرة. إنسان طيب، إنسان مزيان، إنسان خلوق، إنسان حاجتو ماشي ديالو، إنسان كيحيدها من يدو ويعطيها لإنسان آخر، إنسان اللي عشرة طيبة ديال 40 عام أخويا، اللي ما عمرني شفت فيه شي حاجة اللي هي خيبة، إنسان اللي أخلاقه عالية بزاف، عالية بزاف كثيرة. ديال الناس كلها محبوب بزاف عند الجامع، عند الجامع اخويا هذا ما نقول لي اخويا الله يرحمه ويجعلوا لي من يجعلوا لي اخويا من يا ربي اخويا يا ربي يا ربي. فتنفقدوا دابا واحد من أعمدة كرة القدم، لك لاعب دولي سابق ولكذلك كمدرب مؤطر محلل في القنوات لا تلفازية لا في الراديو، بينما اللي تيدوز تيكون عنده وزن في هذاك الشيء اللي تيقول. للأسف تمنى العائلة ديالو تنطلب الصبر والسلوان ليهم، الله يرحمه في هذا اليوم هذا. إنا لله وإنا إليه راجعون. إما أن يكون ذلك هديا وهو خاص بالمزاج الذين يفتحون إلى الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله. في هذه المناسبات يصعب انك تلقى راس الخيط كيف كيقولوا، ولكن قد ابدا بكلمه فيها شويه الانانيه، وهي ان المدينه المحمديه اليوم تفتخر وتعتز مدينه المحمديه بانها استطاعت اليوم ان تكون قبله للعديد من ممثلي المملكه المغربيه في جميع جهات المملكة المغربية وبجميع أطياف المجتمع المغربي الذين يحضرون اليوم ليودعوا هرما من أهرام الوطن المغربي، هرم اسمه المرحوم الحاج طه الرعد. هذا الاسم الذي بزغ نجمه كأستاذ بجميع صفات الأستاذية والخصال الحميدة للأستاذية، بزغ نجمه كرياضي كممارس في فريق دخل التاريخ في فريق عريق اسمه شباب المحمدية. لقد حق القول على
أكثرهم فهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر. أعطوا لله ما أخذوا إن الله وإنني راجعون. كنقدم تعازي الحارة ديالي لعائلة الحاج طاهر رعد والسكان ديال المحمدية وسكان المغرب كاملين. وصراحة كان إنسان طيب وإنسان خلوق وإنسان درويش، دائما يسعى لزرع البسمة في الوجوه ديال الناس دائما ولو على الحساب ديالو. إنسان دائما كينظم واحد الدوري كل سنة ديال 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 التسامح في بني خلف، وكيأطر دراري صغار، يعني كيوجد الكرة المغربية أبطال. وكنتمنوا من المنبر الله يرحمه الله يوسع عليه والله يثبتوا عند سؤال وإن الله وإن الله راجعون.